بسم الله الرحمن الرحيم. السلام اخوتي المغاربه، اخوتي المسلمين، تنتمنى منكم ومن الله سبحانه، تنتمنى اللي يعاوني. انا عاد نعيش واحد الظروف مع الزوج ديالي وهو مطلقني طلاق الثلاث، شحال من عام هادي؟ شي 4 سنين هادي، قول لها 3 سنين ونص، وانا مطلقه طلاق الثالث وعايشين. هو تيجي وتيمشي، ودعيتو على النفقه ومحكوم عليه بالحبس، والله يودي هذوك الفلوس وينفق على وليداته. هو تيجي وتيمشي مره، وانا اشتريت واحد الدار تمحنت فيها وتمحنت وخدمت عند الناس وبعت وشريت وطلبت وما خليت ما درت، حتى درت الدويره، هاد الشمل اللي يجمع ولادي يجمعني ويجمع ولادي. ودابا كان تيخلص معايا مره، ولكن فاش ترافق مع نقطة الزو قالوا لي ما يمكنش تخلص انت الدار، ماشي في اسمك وصافي. وبقى النزاع ما بيناتنا، ولا ما تيصرفش علينا، يعني بزاف الحوايج تيخدم يقول لك ما عنديش ما نصرف. هذوك ولادك دبري راسك معاهم. تنقولي مالي انا جدتهم، وجدتهم انا معايا النار الاول، ولا جدتهم انا مطارو الزبل. تيقول لك دبر راسك موتي معاهم ولا دبري راسك هذوك. والمهم صافي تيمشي يخرج ما عنده غرض، ويمشي وقت ما بغى، 3 ايام 4 ايام ويتم جاي. ملي تقولي اعطيني هادي ولا هادي ولا انا كريديت ولا هادي، تيقولك دبري راسك. بنتي كانت تتقرا تيقولي خرجي دبري على راسك، وهي باقا تتقرا تيقولها دبري على راسك، انا ما نبقاش نشوفك هنايا، سير راه احسن منك في البيران يا غادي ديرو. قلت للمدير ديالها وقال لك انا هذا راه خصو نتبعو انا قضائيا، وهذا الشيء هو اللي كاين. وكل مرة تيجي حي عليا، كل مرة، وانا عندي التريتة وعندي الاطفال صغار، يعني ما خدامة ما والو، وكل مرة تنقول انا نمشي نساعدهم باش نخلص هاد التريتة، وانا وحالته ما صدت كيف ندير. وعاونوني الخوت، خوتي ودارنا حتى عياو، ولكن عياو تما ما عندهمش، وقال لك باش ما تمشيليش لك الدار وتشردي هاد البنات. ولا اله الا الله محمد رسول الله، تنتمنى من الله ومن المحسنين يعاونوني ويشوفوا في حالي ويشوفوا الظروف ديالي فين تنعيش. وانا هاد الراجل حنا واقفين عن الطلاق، وتيقول لك انا كتبي لي هاد الدار ولا بيعها، وكل واحد قال لك اعطيني النصيب معايا فيها. وهذا الشيء هو اللي كاين، وتنطلب من الله سبحانه يفاجئ عليا ويفاجئ على جميع المسلمين. تنطلب الله سبحانه، وانا بغيت نخدم يعني والحمد لله بصحتي، ولكن عندي الاطفال صغار، مشيت بغيت نحطهم في الحضانه قالوا لي 16000 ريال الوحده، وجيبي لهم ماكلتهم وليكوز ديالهم، يعني وبعيد مني انايا، وتبقيت تردقي هكا وهكا. ما لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. كل مرة تيجي حي عليا تمشي بحال هكايا، و تيقولك هذا محكوم بالشرشي باش يديو، و نتيا قالك جاي بغي ديري شكاية بالله تيدير ليك و تيدير ليك. و لا إله إلا هو تيجي و تيمشي، ماما صعيب باش يتشد، صعيب باش يتشد، تيجي و تيمشي و تيجي و تيمشي. قالك البوليس ما حناش غادي نبقاو جالسين لك حدا الدار تمايا.